هوية بريس. نحضر اليوم كعصبة مغربية للدفاع عن حقوق الإنسان في هذا اللقاء التضامني الذي تنظمه السفارة الفلسطينية بالتنسيق مع الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني من أجل تأكيد مواقفنا التاريخية بخصوص القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني في مقاومته للغطرسة الإسرائيلية وأيضا في النضال من أجل نيل حقوقه المتجلية في استرجاع أراضيه الفلسطينية والتأكيد أيضا على أن الشعب المغربي بكل مكوناته خصوصا الجمعيات الحقوقية تؤكد على أن القضية الفلسطينية هي قضية محورية وقضية حقوقية قضية يعني من الجانب الحقوقي تناضل الجمعيات الحقوقية من أجل أن ينال الشعب الفلسطيني الأعزل الشعب الفلسطيني المناضل الشعب الفلسطيني المكافح حقه في استرجاع أراضيه وأيضا كذلك هذه مناسبة لتأكيدنا كمنظمات حقوقية على ضرورة محاكمة ومتابعة ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين على كل الجرائم التي اقترفوها في حق الشعب الفلسطيني من طرف يعني المنتظم الدولي. إذن هذه مناسبة يعني يحتفل العالم أو يتضامن فيها العالم بشكل عام مع الشعب الفلسطيني مناسبة لنجدد هذا النداء لأنه لا يمكن أبدا أن نفصل عملية مطالبتنا باسترجاع الشعب الفلسطيني لحقوقه ولأراضيه عن مطالبتنا بمحاسبة ومعاقبة الكيان الصهيوني الغاشم الذي تمادى على مدى التاريخ في يعني اغتصاب تلك الأراضي وأيضا في التقتيل وفي الاغتصاب وفي الاعتقال وفي الاختطاف وفي كل أشكال في كل يعني الأشكال البشعة التي ارتكبها على مدى التاريخ. هوية بريس.